هاو الزيت هاو الزيت هاي الرجال اللي تجيب الزيت انا صبرنا صبرنا وبقينا الزيت انا تعبنا اما الحمد لله يا الحمد لله الزيت يا نوار مبروك الزيت عايش 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 الله يبارك فيك العقبة ليكم العقبة ليكم عايش العقبة ليكم اخوي هاو الزيت هاو الزيت هاي الرجال اللي تجيب الزيت مبروك مبروك الزيت عايش اخوي عايش اخوي عايش ربي نور بالك الله يفرحك لك لقيت الزيت عايش اخوي عايش اخوي عايش اخوي عايش اخوي هاو الزيت هاو الرجال اللي تجيب الزيت عايشكم عايشكم بارك الله فيكم إن شاء الله العقبة لكم وتوصلوا كما وصلتني وتلقوا الزيت وتتحصلوا على الزيت عايشكم مرسي عايش هاو الزيت هاي السلام عليكم سلام عليكم مبروك مبروك بارك فيك أخوي عايش عايشك أخوي معنا مواطن مزيك تحصل على إيتر زيت إن شاء الله ما ينعم ما ينعم هذا فخر للمنطقة كاملة وللحومة متاعي بالزيت هاو الزيت شو شعورك شو شعورك تو أنت بعد ما تحصلت عليه شنو فرحان انا تو فرحان ما تطورش الفرحه بالرغم راه ليك راه اترازيت تعبت باش تحصلت عليها لكن راني صبرت راهي بتفهم منيت راه ما جي حتى شيء بالسهل راني صبرت 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 ما عيستش وباقي مواصل ترت الزيت هذه تعبنا عليها اكثر من التتويج نتاع النجم في الكاس العربيه اي نعم هاي ما جاتش بالسهل هذا حب تفهم من الناس الكليك راني تعبنا باش جبنا الزيت راني تعبنا ورا الزيت لو تحكينا كيفاش ضحيت معناتها باش وصلت باش الشعب يقتدي معناتها كيفك والشباب خاصه المواطنين والله باش نقول لك نكون صريح معك انا رنت تعبت ياسر وتحصلت على اترت الزيت هذه ما غير لا الزيت لا خدمت مخي لا تعب لحد شيء تحصلت على اترت الزيت هذه وهذا الكل باش بالصبر صبرت صبرت ونلقى ما غير زين لو توضح لنا كيفاش تحصلت على اترت والله باش نكون انا معك صريح انا راه تعبت في حاجه برك تعبت في العسل انا باش وصلت ناخذ اترت الزيت هذه من بعد لحوانيت كل ما عاد تحب تبيع في الزيت وسمعت اللي لحوانيت تبيع في الزيت ومع قضيه اخرى ويبيعوا فيه بالدرقه انا ما عندي حتى حل الا نحس على الحوانيت شديت ركزت على الحانوت بتاع الحومه ركزت عليه قعدت معناتها تعس على الحانوت قانس فيه ليل كامل 8 ايام ما سيبتش جمله تفصيل من الصباح من الفجر ولي نعس عليه نعس عليه زيني اللي في اليوم الثامن طيحته بالكمشه بالكمشه شديت كيفاش تحكينا بالضبط ياك لين عسى كاكا خويا نخزر في الكاميون وخر التل وبدي يهبط في الزيت. ثاني وقت هذا؟ تقريبا الاربع نتاع الصباح. هكاكا صار من الاربع نتاع الصباح تبدا تقانس معناتها في الحانوت. عدت تعبت راهي الجمعه راني مرور ضبطه وما ايستش راني ما ايستش باقي نجري ورا الزيت. يا قلت ناني هو يا زيت ما عادش معي جمله تفصيل. حسيت اللي شديت حوانتي هذا يهبط في الزيت. هكا جات العين في العين ما نجم يقول لي حتى كلمه. حق نتاع ربي وعدني بيت رزيت واو حتى هاي ترت الزيت هاي جابت هالرجال هاو الزيت انت معناتها شكون تشكر بالمناسبه ذي معناتها والله انا باش اكون صريح معاك انا نشكر زهو مرتي اي نعم زهو راهي صبرت معاي كل واحد ياخذ حقه راهي ترت الزيت هذه ما جبتهاش وحدي حتى زهو مشاركه فيها وتعبت معاي شبيك المراه شهر كامل ما غير زيت وصابره وساكته وحتى كيني نحس بالياس والاحباط ما عادش نقول اي اسم الزيت هي تكون معاي وتقول لي لا اصبر يا نقارتك تجيب الزيت اصبر اصبر لين صبرت وفي الاخر جي الزيت وهذا كل طدح يا مني وبزهو معناتها امنت بامكانياتك و... اي اي امنت بامكانياتي وشجعتك وشجعتني حتى وقت اي اسميه وما عادش نقول ما عادش ثم زيت كل شيء توقف معاي وتقول لي اصبر 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 وانا في الاخر جبناها اي ترت الزيت جبناها ولا مزيل العام اي نعم جبناها اي ترت الزيت معناتها هذا تو زيت حاكم ايه زيت حاكم ولا شنو زيت حاكم هذا معناتها انت تهديه التتويج هذايا او اتر الزيت هذه تهداها لزهو ايه نهداها لزهو الحق بتاع ربي نهداها لزهو اللي امنت بقدراتي وقالت لي اصبر يا نقار راهو مش يجي نهار وتخرج الزيت من الحاكم وهذا اللي صار وهو خرجنا الزيت من الحاكم وما عمل علينا حتى حد مزيه يعني معناتها انت في النهايه معناتها بشكون تتوجه بالشكر معناتها والله انا بصراحه اول حاجه نتوجه بالشكر للزهو يعني بخلاف زوجتك زهو لشكون تهدي زاد التتويج هذا بالزيت والله التتويج هذا متاع الزيت انا نهديه للمرحومه امي امي اللي عاد اشطر عمرها تستنى في الزيت الحاكم لكن الله غالب زيت الحاكم ما وصلش وصل الموت امي ماتت وما شافتش الزيت الحاكم شلون معناتها قاعدين تشوفوا السادة المشاهدين معناتها التأثر بتاع مواطن تحصل معناتها على ترازيت معناتها بضرب البنية وهداها الروح أمه معناتها باي مساج ما غير ما الله يرحمها أمك الله يرحمها باي زادة لشكون تهدي زادة التتويج هذاي معناتها والله أنا يعني نحب نهدي التتويج هذا متاع زيت الحاكم للسيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وللسيد رئيس الحكومة والأعضاء الحكومة الكل ونشكرهم اللي خلاو الزطلة والحرابش تدور أكثر من زيت الحاكم
وزيد زادة نحب نشكر الصحافة المكتوبة والمسموعة اللي ما سمعوا وبحد شيء. شكرا يعطيك الصحة. ما نخليكم السادة المشاهدين مع فرحة التتويج هذا بالزيت. الزيت ها اصبرنا اصبرنا امنا بقدراتنا انا وزهو وشجعتي وجبناه الزيت. ها الزيت ها الزيت ها الزيت. اعزائي المشاهدين كما قاعدين تشوفوا معناتها فرحة مواطن تحصل على لتر زيت قدامكم معناتها نخلوكم مع فرحة التتويج هذايا ومع الصور التتويج. وشكرا يعطيكم الصحة. شكرا ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك عليك. شكرا لك. شيني شيني زهر قولي شو عملت شو عملت هكاك جاني بطولك. مش عندي ما نعمل مال. شيني شو عندك ما تعمل قولي ما جبت شيء تنقول. عندي ما نجي ما جبت شيء. كان الزيت يا زهر يا اخويا يعطيك الصحة. انا كملا كلا من كيفك الفريق الكل واللي بين ايدي يحصل كشر ولانياب لحباب لحباب يا شباب اسمع شوي اي خلي جينا بلا شباب واحد عامل فيها معلم والاخر قدام مرته يفلم يا جماعه نسكت نتكلم خلي مخي راب لحباب بالله يبوس بوك يا ودي يهديك يا صحراي لحباب وخيان وخيان صح شربتكم لحباب على الباب توا بدات هي راك جيت تشوف ماهيش لحباب على الباب هي جيك لبلا يا غافل برا عاد شكون باش نهبطوا عليه اليوم برا نتماسوا انا با في بالكم لان كل نمل كيفك الفريق عسلامة مرحبا بكم في برنامجكم لحبيب عالباب. لحبيب عالباب اليوم متواجد في دار سيليفا القروي ومرته مدام جودة واليوم احنا جبنا له ولده اللي لوج عليه من 17 سنة ومعنا الأستاذ المحامي سي طارق الريابي المختص في القضايا الاجتماعية. نجمو نستقبلو الابن سي خلف صالح ابن شنو هذا يا اسمعني اسمعني شاشه وقع الصدمه انتم 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 انا ولده معناه هو يلوج على ولده ولده يلوج عليه عندي ولا انا موجودين في الدار هو انت عندك اربع اولاد عندي اربع اولاد اربع اولاد ثم جمعيه الابناء المفقودين هذوما ثم شكون مقيده ولدها باسمك انت بالوثائق بكل شيء تفسر لك المحامي الحكايه معناتها والطفل يلوج عليك عنده 19 سنه وهو يلوج عليك تفضل سي طارق شيو الناس واحنا نجيو تسمى احباب على الباب في عود باش نجيوكم احنا نفسروكم هذايا فما المراه تصلح بينا فما ولد اللي هو ولدك او يجي السيد اسمعني انت تو فهموه ديجا طفل عندنا طفل وعندنا كل شيء وعندنا الوثائق الوثائق اللازمه خاطر المراه تقدم شنو الوثائق هذه لازم شو بيك ماكش غالطين انتوا لا لا هذيك ربي سامحني ترى بعدين نعطيك صحه مالكش غالط ولا احنا ناقص هم ما نشوفش راهو هكاك معناتها نرميه ورويه انا عندي اربع اولاد هو جد راهو هذا عنده زوز اولاد ولد خليني نفسر لك مدام عايشه احنا بما انه هو معروف كل شيء جينا حابين نلموا الحكايه لكن ما يسمع بينا حد فدا فدا هو تو السيد يجي خاطر جات امه شاكي قالت لي هذا خاطر هي عملت حياتها اصلا شكون امه يا صلي على النبي هذا الموضوع ها خل نفهمكم يثبت انت لا مدام سبحان الله لا مدام اسمعنا اذا كان لمدناها بامور معقول ماذا بينا اذا كان ما فماش فما تحليل وفما تحليل فهمت فما في تحليل
فهمت مدام؟ واحنا ماذا بينا ناخذوا الامور معقوله. هذا عمره 19 سنه. هذا ويجي السيد هذا بو اللي ربيه بو ما عادش ينجم يقوم فيه. تفضل سي الهادي. تفضل سي الهادي. سي الهادي وقع الصدمه. والله سختي تعبت والله. والله عندي اربع اولاد وعندي زوج عندي كلمه. لا هو سنين هو غلطتكم. هو يمشي لسوسه يمشي ايطاليا فرنسا الدنيا كل دار. خليني نفهم سامعيني. شكون اللي عطاك المعلومات؟ سامحني شكون اللي عطاك المعلومات؟ والله انا سامعيني يا ولدي. قريت القرب. شكون عمرك؟ سامحني امك استاذنا. انا امك ايش جبش الباب؟ انا ما حاجب حتى شيء. ما حاجب حتى شيء. يعطيني اللقب نتاعو باش يدخل بديل يعني. هو ما باش يشارح مرتو عليه. لا ربي صلي على النبي. ربي يا طويل كنت بربي. اسمعني خوال ده لهنا في الدار. مالي هذا هنا شكون هاني مشبه له؟ لا ما يشبه له والله يشبه. ما تقبوش هكاك عايش. اسمع مش هذا شبه لي هو. لا لا ما يبوسوه. بالنسبه لي انا ناري ودنا في الوضع. بقينا نعرف صلوا على النبي. فهمني امك تعرف شو هي؟ ما نطيش في الجمعيه. هي الجمعيه كيفاش امك قالت لك راني انا ابوك؟ الجمعيه هي اللي فرق. شكوني امك تونسيه يا مغرب؟ تبليها يمشي رضا. تبليها فهمك يا مدام. عمرك ما علاش ما يحبش يستعرف بالفل؟ ولدي خطيه يا ولدي. شنو والله ما فهمت التحاليل. يظهر ولده وياخذ ولده. انا توا اقسم بالله توا ما نخرج من الدار توا. صلي على النبي يا مدام. والله اقسم كان انا عايشه معاه 17 سنه في بانيش. شنو باش ننتظر اخر باش نسمع بيه؟ لا انا 30 سنه معارسه ما كان 17 سنه طفل عمره تبارك الله راجل. يا ولدي ما عندوش شيء يا ولدي. كان شبيتالي هذي نعطيها لك مرة. لا مفيش شيء. عامين في دار. لا خووني عندها شي 15 سنين. أمي عبد البطيخ. أمي. لا 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 فخدم على روحي. يا أمي. يا أمي. لا مشينا على إسرائيل لألمانيا. بل الكاميرا كانت في دار يا هي. بل الكاميرا كانت في دار يا هي. بل الكاميرا عمرها 16 سنة. 89 89 هكاك الروح وحده لازم تلقى مشكله لو حتى مع عايش ولدي عايش عايش هو معناتها شنو تعمل مشاكل اي خوه مش على ورق انت مستعرف بالحق خلي الامور معناتها هاك انت حقد ما كلامك معناتها اللي انت ماكش مستغربها الحكايه. ليه مستغربها انا توا شوكي مش مستغربها الحكايه. تخلط انت اللي هنا 17 سنه نعملوا التحليل ثم تحليل من عام 99 امك اسمها امي ما نعرف ايش هو ربينا. انت كي ربيته هو المراه هذيا قالت لك راه ولد فلانه بالطبيعة اخي انا جيت هات هو جيت جيت تسال امها شو اسمها امه شو اسمها خلي شوف امها امه لا لا
زين يعرف روحه يعني ما يسالش اصلا شنو امك شو اسمها امك شو عامله. لا بالنسبه تاع امي يمشي هو. اسمعني اسمعني مرتك هي متهمه الموضوع غير انت باش تلمه. لا ما تفتح انت باش تخلي له الخير. انا مش متفاهم انا ريتا يتحمل مسؤوليته تفلي ربي يخليه انا والله الدار لعب ما تخلي. لا تصلي 17 سنه ولا 19 يعني وانا في بالي بحد شيء يصير. لي امه تحمل مسؤوليته كي نبدا نعارك انا هاو نورمال خليه ما عنده عدو والله. استنى يا عادي مدام شو فاهم الحكايه شو الحكايه هذه ربما غلط في اسم انت يا ودي برا يسخف عليك غلط في اسم يعرف ولادك الكل يتبلوا عليك وما جايينك تصير انا ولد وجربه عايش وحدك بلوش جريمه انا لا جريمه انت اللي ربيت تصرف ولدك ولد صح صح ما تغلطوش يا ولدي عندي ولاد اخرين مازال ما تصير كارثه اليوم عرفتها لا شبيك يا حسين يعني ايش متفاهم يا حسين هو متفاهم متفاهم خلينا نتكلم عن ياخذوا كلمه معاكم يا رسول الله يا ولدي راهو ما دام عنده خيط من الخيط والله بالله تصبح خويا سلام كل شيء ان شاء الله تسمحنا مدام جوده هي راهي الضحيه الاولانيه لو قبل قالوا لي انه هو ممثل يتحمل وذكي وتوكل عليه بقى شنو عنده مده ما شافوهوش في التلفزه اذا القروي ممثل مسرحي كبير برشا الجنوبيه حبت تفكروا سنة ماذا بينا نقول كلمه هو الجنوبيه الجمهور هو الجنوبيه والله انا بنت ساعه بالدخله والجنوبيه بني ديما عودتنا بالسيربريز وعودتنا دائما بك التلقائيه الحلوه بني والممثل هذا خرق العاده والجوادي جيت مناكي برافو يعطيكم الصحه ومجهود يشكر له والمصيبه وان ثلاثه كاميرات وعطيها الصحه لا وتحركتش قفله معنا مواطن مازال كتحصل على زوز كيلو سميد بعد جهد جهيد يظهر لي صار فيه مسار مبروك الساعة زوز كيلو سميد اللي تحصلت عليها يبارك فيك أخوي يا أخوي يبارك فيك يبارك فيك أخوي شربة برحت متمينتك شربة ترى بالله يا زميل شوف له شربة ترى لباس ما هو ترى هاتا برد عامل شربة عامل شربة هات عليك زوز كيلو سميد هاتا هات عليك ما تخافش ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس برد دمك خذ انفس الحمد لله اخويا باين احنا حابين نباركوا لك معناتها ولو تحكي لنا معناتها كيفاش تحصلت عليهم اخويا يحيني من حيني ويقتل من قتلني راهو صار فيه راهو السميد ما جاش مستهير مانيش ما يباكم لعبه وجات حاجه مستهير صار فيه راهو صار فيه كل نهار ني عركني والمراه
ولا تتعاير فيه يا اخويا، ولا تتعاير فيه المراه. اه يعني ما انا جبتش تجيب السميد، انا جبتها السميد، انا جبتها رانا والله العظيم وصلنا للطلاق لي والمراه الحمد لله. غمه وتنحت، غمه وتنحت على قلبي يا اخوي. معناتها هكا وصلتوا للطلاق على جال السميد؟ ايه يا اخوي وصلنا للطلاق على جال السميد. اش بيه كل نهار عركه راه المراه قالت لي ما تحشمش قدام الجيران، نهار الكل ديت في ركابك من غير سميد. اه مروح لي للدار اش يقولوا عليك الجيران؟ اه الحمد لله الحمد لله، صبر صبرت ونلت الحمد لله، الفرج جيه الحمد لله يا ربي الحمد لله. ما غير ما تعيط، خاطر معناتها قاعدين نسمعوا فيك ما غير ما تعيط. خلي يسمعوا خلي يسمعوا الناس اللي شامته في اه اه واللي عس علي جبت استاشيه جبت سميد جبت حاجه، هاني جبت السميد هاو السميد هاو بالموصل الحمد لله دايم ربي. معناتها نحسك انت فرحان برشا كي تحصلت على زوز كيلو سميد هذا. يا خويا شنو فرحان؟ انا الحق بتاع ربي اليوم راني تولدت من جديد، انا اليوم تولدت من جديد، راني تعقرت، راني تعقرت، راني تعقرت في الحومه، وليت من نومك بالسبع، وليت من نومك بالسبع. كما تشوفوا اعزائي المشاهدين معناتها كما قاعدين نشوفوا دموع الفرح بتاع زوز كيلو سميد حتى ما يجوش بالسهل. ما يجوش بالسهل، هاك شوف انا راني تعبت عليهم، راني تعبت عليهم وربي يعلم. انا نحب نهدي التتويج هذا للسيد رئيس الحكومه والسيد قيس سعيد رئيس الجمهوريه، انا نحب نهديه. انا اليوم فرحان ياسر، انا راني فرحان اليوم بالسميد بعد التعب، راه تعبت راه صار في المسار راني تعبت. خليني نسالك سؤال معناتها خطير شويه، معناتها يندرى برشا معناتها يقولوا يا اخي ما خفتش من كورونا وانت هكا معناتها يظل لي فك الزحمه وكل واحد ما خفتش من كورونا. انا كورونا اخويا انا كورونا، احنا ما نخافوش من كورونا يا اخويا، اما خير الواحد يموت شبعان بالسميد وبالفارينه والعصيده ضربها قد قد ولا يموت جيعان. الكورونا راهي ما تخوفناش، عندك الحق يا اخويا، عندك ما شفتش ما شفتش الهم اللي تعدى علي يا سيدي. تعرف انا توك خرجت من العفس والرفس. اي نعم راه صار في باش دبرت هالطرف السميد هذه ما نحكي لكش خويا. على كل معناتها قدام العطريه ولا شركه يا ولدي خويا ضرب ومضروب ما نحكي لكش يا ولدي، قلت تغلق وتروك ما نحكي لك. أتيت تصدق ولا تكذب؟ ثم شكون اللي يعطس في وجهي؟ اي نعم وقال لي ابعد راني مريض بالكورونا. قلت له والله العظيم كنت تكون مريض بالعطعط اللي اليوم يا نيا يا سميد زيد ما عادش فيها. ودي انت منا كان تشوفوا بايك بنفة، انا خليتهم طيش غاديك اخوي عفسوا فيا لا ندري عليه لا ميت لا حي، والسميد مطيش فوقه وهو كي قدس العصيه مطيش غاديك شي يبكي الحجر راهو. معناتها هذا كله في جرة السميد، الله لا يقدر كان تتواصل الكورونا من هنا رمضان زعما شي يصير فينا. هي كان تتواصل الكورونا من هنا رمضان حاجتين، يا نسك المراه نرزها في راسها يا نمشي خويا ننتحر قدام معمل السميد، كان ما يعطونيش اشكار سميد. شبيك اخوي؟ يلزم السميد رمضان عادوا ما غير سميد هبلت ولا شبيك؟ معناتها انت ما تنجمش تعدي رمضان ما غير سميد. كيفاش؟ يعجبكش؟ ياك تشوفك واش ضربوني؟ واخيرا شد الصف على الاقل مو طرف سميد وطرف فارينه الواحد يعدي بها رمضان. معناتها حسب ما يقولوا بالمعارف السميد يظل لي ما عندكش معرفه انت ما عندكش معناتها باش تحصل على السميد. عندي نسيبي عندي نسيبي عندي نسيب ويخدم زاده في معمل السميد. اي نعم. يخدم في معمل السميد. اي عندي منفوخ وضربات الدعوه وصيت على اشكار سميد، دبر لي اشكار سميد شيء. شنو تراش عندنا منع. باهي تنجم تعطيني نمروه من بعد. اي نعطيكم نعطيكم نمروه نعطيكم. معناتها حسب ما لاحظنا معناتها مشكلتنا ولت وعي، يظل لي معناتها المواطن التونسي قد ما وصيناه على الدولة وصات على الحجر الصحي واحترام الحجر الصحي شيء، وشفتوا زاد الوزير كي يبكي وكذا، معناتها يظل لي ما انت ما يهمكش في الشيء هذا. لا لا مش ما يهمنيش، هو راه تحب الحق كل واحد يبكي على همه، راه الوزير يبكي على الكورونا وهني نبكوا على السميد وانا هو اللي ساك صاحبه الاول. نكذبوا عليه خويا راه الشعب جوعوه يا رسول الله، باش تقولوا هذا الشعب شيع، علاش ما تحبوش تشوفهم يا رسول الله؟ تو انت حسب رايك ثم تو وزير ولا مسؤول ولا نايب ما عندهاش سميد ولا فارينه؟ يا خويا على الاقل قولوا لنا قمحنا وانا، شعيرنا وانا. شكون هزه؟ شكون هزه؟ جاوبونا شكون هزه؟ جاوبونا شكون هزه؟ انا نمشوا. ما غير ما نخرجوا على الموضوع اش عندنا في قمحنا وشعيرنا هذيك مشكله اخرى. معناتها انت اكدت لي انه مشكلتنا يظل لي معناتها الوعي في تونس، معناتها رغم التجربه ذي في عضن الطعذ منها ونخرجوا منها تجربه قاسيه ونخرجوا منها ونركزوا على العلم والمعرفه ونفتحوا مخابر
ما باقي شادين في السميد وفي الواح. مخابر يا اخي ناقصين هنا مخبرين هنا تو تو هذا طلع مخابر البلاد هاي تعيش بالمخبرين ناقصين مخابرين هنا تو باش نعملوا تو مخابر فاضيين للشيء هذا شاف حاجه بالسميد والفارينه يهديك ربي تو وقت فارين وقت سميد مش وقت مخبرين ها معبي البلاد بالمخبرين انا قصدت مخابر مخابر اي 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 نحكي على المخابر ني ما المخابر نتاع المخبرين اي المخبرين هاي تدور في كل بلاصه انا نمشو يعطيك الصحة على التوضيحات هذية وإن شاء الله معناتها ينفعوك ما قلت ليش زوز كيلو سميد إيش باش تعمل بهم والله يا كان سهر ربي يمكن شوي خبز نعمل شوي خبز هكا على خل كل نهار خبزة خبزتين هكا لنشوف كيفاش وني تويك باش نمشي خويا نرغب أنا باش نشد الصف وطبعت اللي عمل الله دي تو باش ترجع تشد الصف تو باش ترجع تشد الصف إيه تو باش نرجع نشد الصف غاديك في البوستة على هالمنحة اللي عملوها بتاع 200,000 هو باش نمشي نشد معاهم الصف وبعث لك السهر ربي من بعد البوست تاع المعتمديه شد الصف غاديك عندي قضيه وبعث لي ان شاء الله باش نمشي للتوابلي غاديك باش ناخذ شويه ثوم وشويه فهمت شويه ثوم وشويه هاك المستلزمات شويه حلبه كذا وبعث لي السهر ربي تاع الصف الاخر نتاع الرحي باش نروح شويه بسيسه ودخل علينا رمضان يا رسول الله الواحد والحمد لله وان شاء الله المره الجايه الغد ولا بعد نرجع للصف السميك معناتها انت قداش عندك بالصف ما ماناش خارجين من الصفوف ايه انا اخوي الصف نتاع السميد وصف نتاع البوست اش عندي من الصفوف خليها تزيد على العباد هاي كل شادين الصف للنهار اخوي نشدوا الصف قدام ربي يعطيك الصحة شكرا على التوضيح بتاعك خلوا لك كلمة الختام كتحب والله سامحوني راني ما ركزتش معاكم خليت الصغيرات غاديك شادين الصف هم وامهم وباباها زاد شاد الصف مغديك ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله مره اخرى نركز معاكم صار سامحني العائله كلها يا شاد الصف هي العائله كلكم الصباح افطرنا وكل واحد قصد ربي شاد الصف نتاعه متفاهمين ان شاء الله نصف النهار باش نتقابلوا من بعد الصفوف باش نتقابلوا يعني واحد من الناس تو نحكي معاك والله مشخش والله باش نكذب عليك مشخش عندي 5 صفوف راهم يستنوا في وحاير بنا صف تو مش نبدا وكان تحب انت عندك ناخذ لك شويه سميد قولي تو خذ نشد لك الصف ما عندي حتى مش خيال خشاب كيما قلتوا مع بعض في المحنه هذا وقت السوق اه سمحت غدو ما نجمش راني غدو عندي صف اخر باش نشد ومن بعد غدو عندي صف اخر من بعد غدو تير كان تحب بعد غدو نجبر شويه سميد تو نشد الصف وندبر لك شويه سميد اهلا تحب الحق راهو الشعب تونس هذا شعب مولود في الزحمه شكرا يعطيك الصحه